قام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه هذا اليوم بزيارة إلى أخيه صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة، وذلك في مقر إقامة جلالته، حيث تم استعراض العلاقات الطيبة القائمة بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتنميتها في المجالات كافة، والتي تشهد على الدوام تطورا ونماء على مختلف المستويات.